عناي الأشهر في البلاد أستاذ موسى بطول، مرحب فيك في بلدك الثاني كفر قاسم. وإحنا تبتدئ هذا موسم الأعراس إن شاء الله بروح إيمانية وروح فنية عالية. نسأل الله عز وجل يكون التوفيق للعموم وللعرسان ولكل الوسط العربي دون استثناء. طبعا واكبني في كل جولة ملك الأورج الأستاذ باسل هينو، وإن شاء الله بتظل فنان وبتظل أناملك الذهبية تطرب المجتمع العربي. شكرا لموقع الناي حبيبنا الأستاذ موسى بطول. Yeah.